لو سمحتم يا حبايبي، عايزة اقول لكم حاجة. شوفوا هشة ازاي وجميلة ازاي وطعمة طعمة طعمة، لو كلتوها مش هتشبعوا منها. ايه رأيكم في الجمال؟ السلام عليكم ورحمة الله. نحب نقدم لكم طريقة عمل البامبوني على الطريقة الحديثة الجميلة الطعمة للأطفال، مش مكلفة خالص، والعيال بتحبها أكتر ما تاكل أي حاجة من بره. وعايزاكم تجربوها وتقولوا طعمها ايه للكبار والصغار. هي عن دقيق ولبن وزيت وسكر، مش مكلفة خالص، والأطفال بيحبوها والكبار بيحبوها. ونحب نعرفكم احنا عاملينها على ايدينا، سهلة 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 خالص. احب اعرفكم ان كيلو دقيق بياخد نص كوباية زيت، نص كوباية سكر، حتة خميرة بلدي، قد عين الجمل، وكوباية لبن، وتمسكوهم كده بالراحة كده، تعجنوهم وتسيبوهم يخبروا، بعدين تدوروهم زي الضفيرة زي ما انتوا عاوزين. ولو عجبتكم الطريقة السهلة الجميلة أيوة، لو عجبتكم الطريقة تفاعلوا مع الفيديو.